تهمكم، نصائح تهمكم. على الرغم من الوتيرة السريعة لمجالات العمل في الزمن الحاضر، هناك وسائل لاستعادة زمام الأمور والتقليل من الشعور بأنك محاصر، كما يمكن تحقيق مستوى أعلى من السعادة عند إنجاز واجباتك اليومية في العمل وحياتك الخاصة أيضا. قد تناول العديد من الأشخاص المؤثرين على موقع لينكدإن هذا الموضوع خلال الأيام القليلة الماضية. فيما يلي نعرض بعض النصائح التي قدمها اثنان منهم. نبدأ بجيف هيدن مالك شركة بلاك بيرد ميديا. يقول هيدن في مقاله على هذا الموقع بعنوان 10 وسائل لتوقف إحساسك بأن العمل فوق طاقتك ويهيمن عليك: نجتهد جميعا لحل مشكلة إيجاد حالة من التوازن الفعال بين الحياة المهنية والشخصية. ربما يعود ذلك إلى أننا نتطلع إلى أمور بعيدة عن دواخلنا لنجد الحل فيها، مثل برامج الكمبيوتر والتطبيقات والأجهزة وأنظمة إدارة الوقت وغيرها من وسائل. لذا ما الذي يمكن عمله؟ يشير هيدن إلى ما كتبه المؤلف سكوت إبلين الذي يوصي باتباع 10 طرق لإيقاف الشعور بالانخراط المفرط في العمل والتحكم في حياتك. ومن بين هذه النصائح: حدد العنصر المسيطر عليك في الوقت الحاضر وتغلب عليه. إن أولئك الذين يعيشون دوما داخل اللحظة الراهنة ولا ينظرون أمامهم ليضعوا الخطط سعيا لتحقيق أهدافهم وأحلامهم. اطرح السؤال: هل هذا ضروري حقا؟ وتحدى فرضياتك الأساسية فيما يخص عاداتك التي تتبعها، فهل تحتاج حقا لحضور ذلك اللقاء؟ وهل تحتاج لكتابة ذلك التقرير؟ وهل تحتاج إلى الرد على تلك الرسالة الإلكترونية؟ يضيف هيدن: في أحوال كثيرة لا داعي للقيام بتلك المهام، لكنك تنجزها لأنك اعتدت على القيام بها دوما. عليك أن تلغي أكبر عدد ممكن من تلك المهام التي تبدو لطيفة بالنسبة لك، وعندما تقوم بذلك سيتاح لك وقت أكثر وسيمكنك الاستفادة من ذلك الوقت لتكون أكثر فعالية في أمور لها أهميتها الحقيقية. نصائح تهمكم. يتابع: ضع أكثر الواجبات أهمية في المقدمة. ما هي أولوياتك للشهر القادم وللأسبوع القادم ولليوم؟ عليك أن تحددها وأن تقوم بذلك أولا بأول. لما ترهق نفسك بواجبات أقل أهمية عندما تكون الواجبات القيمة حقا هي تلك التي تخلقها أنت بنفسك، سواء كانت للشركة أو للعمل أو لحياتك الخاصة؟ امنح نفسك وقتا لمعرفة أفكار عقلك الباطن. هذا هو مفتاح الحل لاتخاذ قرارات ذكية عندما تواجه مشكلة معقدة، مثل ما كتب هيدن في مقاله. ويضيف: تظهر الأبحاث أن الناس يميلون إلى اتخاذ أحسن القرارات عندما تتوفر لهم فرصة لمراجعة المعطيات والبيانات والوقائع، ثم تركيز الأفكار على شيء آخر لبعض الوقت. تمشى قليلا على سبيل المثال، أو قم بعمل روتيني لا يحتاج إلى تركيز، أو مارس بعض التمارين الرياضية. أي شيء يتولى فيه جسدك القيادة ويأخذ عقلك فيه بعض الراحة، ستندهش من الحلول التي تحلم بها عندما لا تحاول أن تكون فيها مبدعا. ضع لنفسك حدودا. لا يمكن لأحد أن يعمل 7 أيام في الأسبوع، مع ذلك قد تشعر بتلك القدرة لأنك تدع المجال لنفسك. كيف تضع هذه الحدود التي لا يجب عليك أن تتجاوزها بشكل خاص؟ وكيف تتغلب